والله يا عيل هتفضل قاعد لي كده زي خيبتها؟ يا ريت، ده انا خيبتها سالت عليها امبارح قالوا لي ان هي سافرت روسيا وانا لسه قاعد على القهوه. يعني انت هتفضل قاعد لي كده لا شغله ولا مشغله؟ انا وانا يابا كنت شغال في اجنس عربيات، ما انا شغال جربان في الشارع. السلام عليكم. اهلا. الوكسه جت تقعد جنب خيبتها. صباحنا بقى. انت عارف يابا انا لو معايا فيزا للصومال هروح اقعد هناك في المجاعوه لانني مش هسمع الكلام ده كل يوم. احمد ربنا انت ظروفك احسن من غيرك. انا مديك فيزا تقعد بيها على القهوه، فيزا كافيه. ولا انا معايا اخر 3 جنيه احفظ بيهم كرامتنا قدام ابوك. بقول لك يا بلدينا، قوم هات لي واحد شاي يلا. تقول لي يلا؟ لو ما جبتش الطلبات اللي بنقول لك عليها دلوقتي هقول لصاحب القهوه يا عم عرامبي. بس خلاص حاضر، هقوم اجيب لكم شاي. وبعدين لعلمك ما اسموش رومبل، اسمه عرنوبي. طب قوم هات لي شاي يلا. حاضر. قفش. ايه ده؟ ثبت صنم. انا ايه ده؟ هو الدنيا ضلمه ليه في الحاره؟ ايه نهار اسود. اوعى يا البرنجيين. لا مؤاخذه يا معلم، انا كنت حاجه بلغك انه جه، ما كنتش عارف انك قاعد. اكتم يوم اكتم وخش اعمل لي شاي بحليب في المج بتاعي الالمانيا. حاضر. تعمل معاه على انه دبابه عشان ما ياذيناش. حارس عارف هذا يقوله؟ ماذا تعني كلمه حرس في الدكتوريه القديمه؟ يعني ايه يا معلم؟ يعني الفرعون ذو الراس الباروكه. هو حضرتك جبت المعلومه دي منين؟ من بمبم. ايه بمبم دي؟ بقول لك خد بالك عشان ده مصيفه منه. انا ايه شبيته هوريس، انت مش نمت وضبت غرفه افكارك وظبطت ملامح مشاريعك؟ يجي دور انا بقى. فلوسي فين وامتى؟ فلوسك فين؟ في امان. امتى؟ في المشمش. المشمش؟ انا خايف عليك مني. ثلاثي اضواء الاجرام. لا بقول لك ايه، انت شكلك كده الباروكه هبت منك. احنا نقعد بالورقه وبالقلم ونحسب عشان تعرف عليكوا كام بالظبط. طب بقول لكم ايه بقى، معلش انا هقوم عشان اخويا بكر بيسهل لمؤاخذه انتوا اخواتي يعني، فهجيب له بس البوس من الصيدليه. مفيش لبوس من الصيدليه. هو انت خدته كله يا معلم؟ سبيته. شوفيتهم يا معلم.